الجمعيه العموميه رفعنا المعاشات، ورفعنا المعاشات بشكل غير مسبوق وبشكل مذهل، علشان الناس ما تتصورش ان دي ارقام من 15 حتى النهارده 85% زياده، 85% زياده في المعاش. ده من 3000 جنيه لحد الاقصى، ما فيش حد اقصى في اي معاش في مصر يوازينا، لا في نقابه مهنيه ولا في الوظيفه. احنا بندي 5% زياده كل سنه اضافه على الرقم اللي موجود. الحد الادنى للمعاش 1000، زودنا كل المعاشات القديمه اللي بتقل عن 650 جنيه من 15 الى 35%. اعدنا المعاش الدفعه الواحده كما هو قائم بيصرف برضه بحدوده وبجداوله. معاش المحامي اللي كان بيتناقص بتناقص مستحقين المعاش، كان كل ما يخرج ابن يتشال نصيبه وما ويخرج من الـ من الـ من المعاش. النهارده بالقرار الجمعيه العموميه الجديد تظل او يظل مستحق المعاش معاه كامل القيمه التي تقررت عند الخروج للمعاش حتى لو خرج كل المستحقين الاخرين. يعني لو الزوجه والابناء خرجوا من المعاش تظل الزوجه محتفظه بكل المعاش اللي كانوا بياخدوا الاولاد. دي ميزه ماديه وتكلفه ايضا. التكلفه دي احنا اللي بندفعها كنقابه، انتوا اللي بتدفعوها لصالح زملائكم ولصالح اسر زملائكم، علشان رغم ان القانون ما بيلزمنيش ان انا ادفع باسر، بدفع للقديم، انا بزود الجديد، لكن انا زودت مرتين او ثلاث مرات زودنا المعاشات القديمه. ما عادش دلوقتي فيه عندنا مشكله في المعاشات الا القوة الشرائيه للجنيه. احنا مشكلتنا العامه انه زي ما الجنيه مضروب في كل حته، احنا للاسف الشديد احنا محسوبين على كده. لكن ما لدينا من طاقه عملناها من غير ما نزود لا رسوم علاج، ولا نزود رسوم، ولا نزود دمغه، ولا نزود رسوم، ولا نزود مصروفات، ولا نزود اي شيء من المحامين. ما زالت بتدفع من اقل من اي نقابه اخرى في العالم، وبلاش في العالم، خلونا في السودان وفي المغرب وفي لبنان، ثلاث مناطق اهي، والاردن ما فيش حد بيدفع الارقام اللي احنا بندفعها دي. احنا بنقول لهم المبالغ دي بيستغربوا انه لما يبقى 3000 دولار في الشهر، في السنه اسف، في السنه اشتراك الجدول القيد في نقابه المحامين. لا ده احنا بنتكلم في ملايين بالنسبه للارقام دي. ومع ذلك احنا متماسكين، ومع ذلك احنا عملنا دفعه المعاش، وعملنا ايضا دعم العلاج